أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الدعوة إلى الله عز وجل؟ العلماء ضبطوا هذا وقالوا الأحاديث الضعيفة ما هي على سواء، منها ضعيف له شواهد تقويه فيرتقي إلى الحسن لغيره، ومنها ضعيف ليس له شواهد فيبقى ضعيفا ولكن ضعفه غير متناهي. يعني الضعيف تقريبا على ثلاثة أقسام: ضعيف له شواهد يرتقي إلى درجة الحسن هذا يؤخذ به، ضعيف ليس له شواهد لكنه ليس شديد الضعف فهذا يستدل به على فضائل الأعمال، لا يؤسس به حكم، لا يبنى عليه تحليل وتحريم، ولكن يستدل به على الترغيب والترهيب فقط. والثالث: حديث ضعيف شديد الضعف، هذا لا يعمل به ولا يستدل به. نعم.